اهلا بحضراتكم في اولى حواراتنا في هذا الصباح. طبعا احنا بنعيش هذه الايام اجواء وايام روحانيه مباركه، مش بس لانه طبعا الركن الاعظم من اركان الاسلام الحج، يعني بننتظر اقامه شعائره وبننتظر المشهد المهيب اللي كلنا بنشهده كل عام، مشهد الحجيج على جبل عرفات وهم يطوفون ايضا حول الكعبه المشرفه. لكن أيضا الأضحية وفكرة الأضحية المرتبطة بالحج وما لها من مفهوم تكافل اجتماعي عظيم وهو أحد قيم الإسلام بنشهدها أيضا هذه الأيام، ونحن في أشد الحاجة إلى نظم التكافل الاجتماعي واللجوء إليها، لأن الحقيقة مش بس السياسة الاقتصادية اللي بتنهجها الدولة اللي المفروض تهتم بذلك، لكن الناس نفسهم لازم يقوموا بذلك بوازع شخصي. خلينا نتعرف ونقترب أكثر على روحانيات خاصة بهذه الفترة، سواء من الناحية الدينية أو من الناحية الاجتماعية. ومعانا في هذا الحوار دكتور محمد حرزلة من علماء الأزهر الشريف. صباح الخير دكتور. صباح الخير يا فندم. يعني طبعا هذه الأيام لها فضل خاص، وكل الناس هذه الأيام صائمون، أو يعني معظم الناس صائمون. إيه الفضل الديني لهذه الأيام وكيف يستفيد منها المسلم أقصى استفادة برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد. ففي هذه الأيام المباركة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أيام العمل الصالح فيها خير من هذه الأيام، يعني العشر الأوائل من ذي الحجة. والعمل الصالح بكل ما فيه من عمل ينفع الناس في حياتهم وفي معايشهم وما يتقرب به إلى الله تعالى من نفع للإنسان أو للغير، فهذا هو عمل صالح اللي احنا بنسميها الأيام الأول من ذي الحجة. إنسان بيتقرب إلى الله بعمل صالح من صيام، إنسان بيتقرب بصدقة، إنسان بيتقرب بصلة أرحام، بتزاور، بعطاء، بإنفاق، كل هذه أبواب للعمل الصالح. فديت الشرط أو النفحات اللي ربنا سبحانه وتعالى بينعم بها على العباد في هذه الأيام، أن يفتح أبواب الفضل وأبواب العطاء وأبواب الرحمة لمن يريد أن يتسابق، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون والسابقون السابقون. فكل إنسان على قدر دينه وقربه من الله يتقرب إلى الله بعمل الصالح. إذا واحد يقول والله أنا شايف أن العمل الصالح في الصيام فيصوم، وليس شرطا وليس واجبا. إنسان آخر يقول أنا والله لا أستطيع الصوم إنما أتصدق على الفقراء والمساكين، هذا خير. إنسان يقول أنا أساعد المحتاجين، هذا خير. إنسان يقول أنا أصلح بين الناس. إذن كل هذه الأعمال الصالحة كما قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فيبقى العمل الصالح في هذه الأيام هي أبواب وأيام عطاء وأيام خير وبركة على الأمة الإسلامية. طبعا هذه الأيام أيضا مرتبطة بقيم التكافل الاجتماعي في أبهى صورها، ممثلة في الأضحية، لكن الأضحية غير واجبة على غير القادر. يعني عايزين نأكد على الموضوع ده، لأن في ناس كتير جدا بيبقى عندها إحساس يعني انه صعبان عليه انه مش قادر يضحي السنه دي، او مش قادر، او يجي على نفسه يعني يستدين او يقسط او علشان يضحي. لكن الى اي مدى في تسامح من الاسلام مع هذه الجزئيه، وانه اللي بيضحي هو القادر فقط ويعطي غير القادر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يعني شال من الأذهان والعقول كل هذه الأفكار، سيقول والله أنا رجل فقير أنا لا أستطيع أن أضحي. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحرم الأمة الإسلامية من الأجر، من أجل الأضحية، حتى وإن كان فقير لا يستطيع. ففي الحديث أن رسول الله ضحى بكبشين أملحين أقرنين،
قال اللهم إن هذا عن محمد وعن آل بيت محمد، يعني عن أسرته، عن أزواجه وعن أولاده، يعني هذا ما فعله النبي. ثم أمسك بالآخر، كبش الآخر، وقال اللهم إن هذا عن فقراء أمة محمد. فيبقى الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى عن الفقير الذي لا يستطيع أن يضحي إلى قيام الساعة، حتى لا يحرم من أجل الأضحية. فالإنسان لا يشق على نفسه أن يرى إنسان ميسور الحال يضحي وهو لا يستطيع. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي ضحى عنك أيها الفقير، أو عنك أيها العاجز، أو عنك أيها يعني غير القادر الذي لا يستطيع أن يضحي. هذا أولا. ثانيا، الأضحية في كل معانيها وأحكامها سنة مؤكدة على القادر، على الإنسان المستطيع. يعني لو أن إنسانا مستطيعا يستطيع أن يضحي فلم يضحي، لا ذنب عليه ولا إثم عليه. هذا عند الرأي الراجح من أقوال الفقهاء. يعني هي سنة مؤكدة، من فعلها أجرا، ومن لم يفعلها لم يؤجر. يعني ليس إنسان ندخل في معارك خلافية ومعارك كلامية ما بين أنها واجبة. الرأي الراجع أنها سنة مؤكدة، والله من فعلها تقرب إلى الله وأخذ أجر، من لم يفعلها ليس عليه وزر. وينتهي الإشكالية إلى هذا القول. نعم. طيب خلينا نتابع مع حضرتك ومع مشاهدينا شروط الأضحية في هذا الفاصل، بعده نعود مرة أخرى للحوار مع شيخنا. نعود مرة أخرى إلى ضيفنا في الاستوديو الشيخ محمد حرزلة من علماء الأزهر الشريف. خلينا نقول تاني لمشاهدينا الشروط الواجب توفرها في الأضحية اللي يتم التضحية بها في عيد الأضحى. نعم. أولا أن تكون من بهيمة الأنعام، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال ولكل أمة جعلنا من سكن ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام كما هو معلوم عندنا الإبل والبقر والغنم. واحد يقول طيب لو أن يعني عفوا الجاموس تدخل في البقر، الإبل بكل ما فيها سواء كانت ذكرا أو أنثى، من الضأن اثنين، ومن المعز، من البقر اثنين، ومن الإبل اثنين. يعني فصلت السنة المطهرة، ونزل القرآن الكريم يوضح أن الأضاحي في هذه الأشياء. إنسان يقول والله أنا حذبح نعامة، لا ما ينفعش. الأضاحي في هذه الأشياء، خلاف ذلك لا يجزئ فيها الأضاحي. طيب ثانيا، في الوقت المحدد إنسان ما يجيش يقول والله أنا حذبح قبل صلاة العيد. من الرسول صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله، لأن ربنا سبحانه قال يعني لا يجوز الذبح قبل صلاة العيد. لا جائز الذبح جائز، لكن ليست أضحية. ليست أيوة يعني ما يعتبرش أضحية، تعتبر صدقة، تعتبر تقرب، تعتبر لحم قدمه لأهله. يعني جائز، ليس فيه مشكلة، لكن ليس من الأضحي في شيء. لازم بعد الصلاة، لأن ربنا قال إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. يبقى النحر بعد الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن ذبح بعد الصلاة فإنما هي أضحية. يعني هذا هو النسك، وهذا هو يعني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به في القرآن الكريم. ثالثا، أن تكون خالية من العيوب، لأن احنا عندنا أشياء
ويدخل فيها بعض الأحكام الفقهية اللي العلماء تبسطوا فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز الأضاحي في العرجاء. يعني ما جيبش شاء عرجاء ولا العجفاء ولا المريضة ولا الهزلاء، كل ما يعيب هذه الأضاحي فلا تجزئ. طب إنسان والله راح لتاجر واشترى منه الأضحية سليمة ليس فيها شيء، هو شايفها، هو ليس خبيرا، يعني الإنسان الذي يريد أن يضحي مش خبير في في الكشف عنها، ولكن قد يكون التاجر يعني مثلا استغله أو فعل ووجد فيها عيب، هو لا ذنب له، لم يقصر في ذلك. بعض العلماء قالوا فإن ذبحها فهي مجزئة يعني تجوز، لكن مثلا جه يوم العيد ان هو لقى فيها عرج خفيف، الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال يا رسول الله كان عندي كبش فأتى ذئب وأكل من إليته، يعني أصبح فيها عيب، قال اذبحها فإنها مقبولة بإذن الله، حتى يكون في هناك تيسير على الناس ألا يشددوا على أنفسهم ويقول والله أنا مش هينفع، طب أعمل بها إيه، يقوم يرميها أو يرجعها، مش هيرجعها، يقوم يخسر. الإسلام ما يريد من الإنسان إلا أن يأخذ من معنى الأضحية كلمة ضحى، ضحى يعني بذل، بذل من ماله، بذل من وقته، أن يتقرب بهذا إلى الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عمل في يوم النحر أحب إلى الله من إراقة دم، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، وإنها لتأتي بأشعارها وأظلافها، يعني الدم لون الدم والريح ريح المسك فطيبوا بها نفسا، يعني شوف إراقة الدم الجميل، إن إنسان يسعد بهذا قبل أول قطرة أن تقع على الأرض، فإن الله يغفر ذنب هذا المضحي إلا ما كان من حقوق العباد، هذا أمر آخر، أما ما كان بين الإنسان وبين خالقه فإن الله تبارك وتعالى يغفره. رابعا إن الإنسان يكون في الوقت المحدد، يعني من بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق، عندنا أيام التشريق كان 3 أيام ويوم النحر هذا هو اليوم الرابع، فمن ضحى في اليوم الأول أجزأه، فمن ضحى في اليوم الثاني أجزأه، قبل غروب شمس اليوم الرابع تجزئ الأضحية وهي مقبولة عند الله تبارك وتعالى. أن تكون مملوكة، يعني إيه مملوكة؟ يعني من مالك الخاص، أو أن تكون أنت ربيتها في بيتك. وبعدين واحد يقول والله أنا لقيت في الصحراء وادي يعني لا صاحب له، أنا أجيب هذا اللي هنقول لا، هذه الأشياء ليست مملوكة لك فلا يجوز. آه ما ينفعش يلاقي حاجة في الطريق فياخدها وتبقى دي الأضحية. لا طب تقسيم الأضحية طبقا للشرع، احنا عارفين طبعا ان في ناس كتير عارفة بس برضو في ناس مش عارفة. ثلاث أقسام، قسم لأهل البيت لأن الرسول قال كلوا وتصدقوا وادخروا. يعني أنا أجيب 3 أتلات، تلت لأهل البيت والتلت الآخر للأصدقاء، والرسول قال تهادوا تحابوا. وكان يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أضحيته إلى سيدنا أبو بكر وإلى سيدنا عمر إلى الأصدقاء وإلى الأقارب، والسوس الآخر إلى الفقراء والمساكين، حتى تكون قربة إلى الله وأن ننسى عنهم، حتى يتحقق التكافل الاجتماعي الحقيقي من الأضحية التي هي سنة عن سيدنا رسول الله. طيب. وفعلها إبراهيم عليه السلام. طبعا ما يجوزش أنه حد يذبح أضحية وما يوزعش منها خالص، ما تبقاش أضحية. أكيد. طيب تقسيم احيانا في ناس بيشتركوا في أضحية واحدة، ايه شروط انه كذا فرد او عدد من الاشخاص يشتركوا في أضحية واحدة وايه حدود عددهم؟ يعني الصحابة الكرام رووا لنا عن سيدنا رسول الله احاديث كثيرة فقالوا كانوا كنا نشترك 7 في بقرة او في بدنة، يعني في جمل، ويجزئ في البدنة اكثر من 7، وفي البقرة كذلك، لكن في الضأن اللي هو الكبش لا يجزئ عن الا عن واحد.
يعني الخروف ما ينفعش يشترك في ده خاصة عن واحد يعني عن واحد فقط. والإنسان لما ينوي في نيته أن هذا عنه وعن زوجته وعن أولاده أو عنه وعن زوجته وأولاده وعن آبائه الذين ماتوا هذا جائز. وإذا كان وصل أبو يعني إنسان قال والله أنا بوصيك يا ولد أن تضحي أن يفعل هذا فهذا أيضا جائز. أما أن يقول الإنسان والله هذه الأضحية أشترك فيها 10 أو 7 في خروف هذا لا يجزئ، إنما هو عن واحد عنه وعن آل بيته حتى تكون الأضحية والأجر يعني مشترك بين الرجل وبين من ضحى عن امرأته وعن أولادي لتكون مقبولة عند الله تبارك وتعالى. طب هل يجوز أن يكون التضحية بأي يعني كائن حي طبعا يؤكل حلال شرعا من ذوي الأربع؟ يعني في بعض الفتاوي كده سمعتها أنه لو إمكانياتك ما تجيبش مثلا كبش يبقى يعني واحد يقول والله انا يعني لا استطيع ان انا اجيب مثلا كبش، فممكن الصكوك جائزه ولا شيء. الصكوك هي جزء من الاضحيه. نعم مش اضحيه كامله. نعم تشترك هذا جائزه. طب ده نوع من التقسيم او الاشتراك. نعم. ولا ما بيحتسبش كده؟ نعم يحتسب باذن الله. هذا جائز لانه على قدر استطاعته. الرسول صلى الله عليه وسلم في عيد الاضحى سال اصحابه انت يا فلان ماذا ضحيت؟ قال انا ضحيت ببدنه يعني جمل، انا ضحيت ببقره، انا ضحيت بكبش. فالرسول حتى يمسح عن الفقراء، فقال لي سيدنا بلال وانت يا بلال؟ قال يا رسول الله والله لم يكن في بيتي الا ديك، يعني الدجاجه هي لا تجزئ في الاضاحي. وبعدين ايه؟ قال انا يعني ذبحته في يوم العيد. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مؤذن ضحى بمؤذن. فابتسم وضحك اصحاب النبي. لكن الانسان يقول والله انا اذبح مثلا يعني شيء من الدواجن او شيء من كذا، الذبح لاهل البيت لكن ليس من الاضاحي. ليس من شيء. الاضاحي. نعم. هل يجوز في سؤال اخر برضو، هل يجوز التضحيه عن متوفي؟ يعني تبقى نعم. باسم المتوفي مش نعم. مش باسم الشخص نفسه اللي ضحى. يجوز شرعا اذا وصى او لم يوصي. يعني مثلا الانسان ميسور الحال ذبح عنه عن آل بيته يعني عن أولاده وزوجته، وجاب كبش آخر وقال اللهم إن هذا عن أبي وأمي، جائز ويصل إليه، وهذا من القربة للأهل وللأقارب أو صديق له، أو صديق كان يعني عزيز عليه يعني لقي ربه، ممكن أن يضحى عنه، جائز أن يضحى عنه وأن يكون هذا الثواب إليه وهو مقبول عند الله. في بعض الناس بتضحي بأكثر من أضحية عن أكثر من شخص في العيلة، يعني عن نفسه وعن والده. ليس فيها مشكلة إنسان يضحي بسبعة من الكباش أو سبعة من البقر أو بما يتيسر له، كلما زاد تقربه إلى الله كلما زادت درجته عند الله وزادت مكانته. سمعت كمان انه يعني مش المفروض انه الشخص لما يضحي ياخد لنفسه الـ الـ القطع المميزة او الحاجات الخاصة، يعني انه المفروض انه يؤثر غيره على نفسه، لانه يعني المفروض انه بياكل لحمة طول السنة، فما ما جاتش على الأضحية دي انه يخص نفسه كمان. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ايه؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يعني الانسان لن ينال الاجر الكامل الا اذا انفق مما يحب للفقراء والمساكين. زي ما حضرتك قلت يعني هو بياكل لحم كثير او كذا، لكن ان يتصدق بافضل الاشياء فهذه قربة الى الله تبارك وتعالى. كل سنة وحضرتك طيب، وهذه الأيام إن شاء الله تعود علينا بالخير واليمن والبركات. كل سنة وحضراتكم طيبين. بشكرك فضيلة الشيخ محمد حرزلة من علماء الأزهر الشريف، ومكملين مع حضراتكم في حوارات أخرى ومواضيع مختلفة في هذا الصباح، لكن نروح لموجز أخبار الساعة مع الزميلة نرمين خليل.